اي قلنا السلام عليكم، رجعت فيديو جديد كالعادة على مود الشرطة. راهو مش باش نديرو نقعد على مود الشرطة، باش نحاولو عليكم خاطر إذا باش نكثر على مود الشرطة باش تفدو ديجا باش نشوفو الأفكار عاد بيني وفيهم، مش عاد بيني وفيهم أما باش نفدو على الأقل واحد ينوع باش يقعد ديما يشوف جديا. الحاسيلو اليوم عندنا حاسيلو الباجيرو هاذيا باش نمشيو نخدمو شرطة عادية أمن عمومي. برا زميلي كانت في يدي الزميلة يطلع طلطة صورة من شد فاير بيه انا بديني هاي انا جاي انا يسمون كان يقول حاسيلو فما تلك نار هاي انا جاي حاسيلو ريت بالروتار انا فيه والله الحمد لله اليوم ربي هديني ورجع على حبيت صور فيديو والله فيدت من اللي بدي السيف وانا فيدت انا يسمون حتى فيديو بيه فما حاسيلو هنا تلك نار بعد ذلك جيت تقلوا هاي انا جاي سيرين اوه هي معبر هني برا بسم الله اضرب استغفر الله يا ربي اطلب لنا الحماية. هذي فما حادثة مرة صارت كيف في سوسة كاين 2015 كاين. كاين في سوسة كاين هكاك صارت. ما مات حتى حد داخل لهنا. تلاقي أن الكهرباء نزلت على الإف اشتابت وهي طولت. جات الحماية بالوقت. جا فما راهم حماية مدنية لهنا الكراب الصغار. تاع كل هذوكم ينقذوهم المسعى تاع كل الغارقين الدنيا الحاسيل برا برا شوفوا البط يتعاوزني سيبي لي يخدم لهنا في الحماية معاهم برا برا تشوفوا شوفوا هانا نستنى معنا فما طيارة لنا حاليا خويا الناس العايشة لا سيح عندك تشوفوا هذايا الزميل زيد دخلت فيه حتى هو ما كرسوش معنا بالي يا اخي شوفوا هذايا بعدك نمشي وي خلي حماية ديما يرحمهم في اي يودي في اي فيديو ديما لازم حماية تكون موجودة في اي فيديو هم جاو دوريات ما ضربش دوريات هذيك وشرطة المرور والشرطة هذي توفى جا دوريات ياخذوا بالروتار يا معلم توفى بيه باش نكلمو له كورنر شنو هي؟ هكا هو هذا الكورنر بتاع الطب الشرعي حسيت يهزو توفى على روحو مور خويا ارهابيين تعودني نقصنا حتى كان هو في البلاد الحاكم خلط بالروتار هما هذوما شرطة المرور والشرطة الفور خلطوا بالروتار الحاسيلو تفضلت الحكاية جماعة تترين ولا كي مش عالفلوس هاي حنا بيدي نترين لسما لسما مصروف الحاسيلو نقص شوية لهنايا على الام بي سي المواطنين برا اقبل بيه فما حد يحب يكسر هذيك الديستريبيتور تاع الفلوس بيه ظهر فيه فد من الحياة سيه قولوها ما عاد بيها وي ولا كيفاش قولوها سيه ما عادش فيها ضاقت بيه الدنيا سيه يحب يكسر الديستريبيتور بعدين 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 جايين حط سيرين ولا ولا ما هي سيد هاني جاي كمان نعملو له سوربريز دابا دابا تفهم باتجيرو يندر شبيه تزلق هاني برشا الهند اللي كان معاش باش نبدلو جملة خويا تاع الكراب بيه ويلي هنايا وهاي بطو 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 يا معلم شبيه كله مسيح اليوم يابا اضرب يابا يا معلم في الناس كل بسليح اليوم جاب ربي مدرع على الباتجيرو يا معلم اخ ضربوه هيلي حط البلور تضرب معلم اللي يجيب الباتجيرو ايه قلت اللي يجيب الباتجيرو اللي يجي يضرب السليح بنا حماية معلم اقسم بالله واحد مش فاهم شيء برخنا مطلع على فلوسنا في الديستريبيتور 15-35 كود شو قدش من مليار الحاسيلو خل جيب حماية تفضل موراي اليوم نهاية الحافل معلم ضربت لي البلار تاع والله جبرت محضر السليح انا
يا والله حويل خرب كرت الحين صوت اموري. مو انت كان عندك سلاح مو ذاك يمشي البنك حسير زي زي النسيب هي ما مش تعلم امور هذي. لا خلنا الحمية صوت اموري والاخر قاعد في الكهرباء مو ويجا اخويا قامت يا بتاع على شكلك يا اخي طب يا بتاع على شكلك شد سلاح ماله انتظر بوليسي شد شد زميلي وين ماشي يزلمنا تيزلمنا وين ماشي يا ولدي شبيه ذي مرة اخويا خذوا شد الزميل يمكن سيبها بيل تو نكلمو لك دوري يجي تهز اوكي بعطينا دوري يجي تهز يا بنتي يجي لنا يا شو اسمك يجي لنا وين ماشي يا اختي وين ماشي تي وين ماشي تي وين ماشي هاي جيت شطط نورو يا بنتي وين ماشي يا بنتي اقسم بالله استضربها بالمتراك هذي والله يا هاي شيء كذا تهرك تهرك على أمر أنت كيف تضرب بس مو أرمى كلو ما يبرد بلا 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 لو حي حسيلو كلو مسلح ما ما يطلع له زميل يطلع فيسع 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 كلو مسلح وعنده شيء يا معلم كله بسليح اليوم يعني عاد كيف لنا واحد التدخل خير على الوقت والله وين والله كيف لنا واحد التدخل خير يجي خوي مسلح انا خذيت شنطه مع ربيلي حكيت فيه رغيف خويا مش كل الكرتوش ورا بعضه خويا اه تزلق الكلام باهي وين الكلون هذي اه بابا ورفي اه مشي 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 اوه بابا بابا شنو هو السلاح اه بطاب 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 ما عندي ما نحكي مزل قناص يا اخي مزدت كهبطت من الكهرباء اخويا ما عملت شيء يا والله حويل اخويا انا عم اختي دوري حسيت فادي اجينا وحيد لازم نوصلو دوري كلمتها شو وصلوا واحد المركز يا اخويا والله مزدت كهبطت انا ايه فما بلغات لازم واحد التدخل مش شرطه عاديه يا اخويا شرطه عاديه ثم بينا وصلنا شبيه يا ذي يمشي شبيه يا ذي اطلع طول سنين شبيه سقاك في الكهرباء يا زاحي يطلع عشان ذي يبيدو هرب شبيه يا ذي يا زميل لبيت متكيف حاجة تكس فور كامل شبيه يا ذي شبيه ذي انا ايش فيديو يا بيه يا شنزو ايش بيك انتي لابيس خويا اعطنا خويا ايش بيش نعمل له يا شنزو طلع طلع سنو في الكهرباء طلع الله صلى لابيس خويا نزول الحبسي نزول مش الحبس يقولوا له هما والله نسيت اسمه حاسين هو في المركز والله نسيت شو يقولوا له جيول كاينه ولا والله نسيت نكذب عليكم انا نسيت عليه نحي السيرين على حبيبي واو جاب ربي خويا جيول كاينه يقولوا له والله ما نعرفش نسيت عليه الحاسر خلنا نزوي نزيد راح حسن الموضوع ياخذ مش على روحي يعني. الكهرباء هذا الزميل هذا كهو مو نمريك بي حصل جينا بلغ تاع شطة مرور قال انا محتاجين دعم دوري انا جايني نعلم الطقس شو يتبدل كاين اخويا قبيلي شمس ملي مت انا سيء وعاد نحات الشمس بي خمسة بشوية ظاهرة مدام عيطونا راهو موضوع خطير وين هذا يسي على البلاصة اللي هنايا
شغله اخوي تطلع شيء موضوع اخوي بعيدة شوية البلاصة ما نقرب نوصل كيلومتر او مجرمين هي نقرب نوصل انا المرة الجاية اخوي تك نشوف واحد يتدخل تو نشوف معايا وحاد سلاحات ودنيا ولا بنير انا تو نشوف البنير ولا اللي يجيين تو نعرفهم اخوي يحبوا الكبس والله يحرزوا كريكلو اقسم بالله يحرزوا الحاصل وين وصلنا هاي بتجير واحد اخر يا زلمة ابو طيب هذا حاضر سلاح كاب ليش بين برا اوه لوح 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 سلاحك لوح سلاحك لوح سلاحك لوح سلاحك لوح هو يا اخي واحد يعرف لوح سلاحك وهي تضرب من زين كلهم اليوم بسلاح كلهم اليوم بسلاح اطلبوا لنا حماية معلم كان ينزل هنا من دورية فهمت معنا كابت حماية اللي يجيب سلاح يا معلم يا رب بس لم تتذكر الحين الجيل كانوا الباجيرو بتاع فم واحد بتاع مسيحي زاد اما دي شرطة عادية دي اجت حماية ايش يعمل الزميل وحده يخرمك بيديه شي خليك من الوضع في البلاد والله اللي جي عنده سليح اخويا ويش بده على الحاكم بيت وفيت هذه كهو اطلب له اخويا كوردر وكهو مش عارف ليش الحميه ما تهزش معاه على الاقل توفيت موزع معكم الحاسين الاولاد اللي مو الفيديو فيت ان شاء الله طول المره الجايه نهبطكم يا نعرفش والله شو تمر الحميه حبيت ان شاء الله نهبطكم على الحميه جوش نحب نفهمها كيفيه اخويا تخدموا تخدم الحميه كل شيء قبل بلاغات وكل شيء مشان نعملكم على الحميه انت شوف الفيديو ديسكورد والكومنت على تيك توك